تخف، أنا يا بني لن أستسلم. أخيرة اتركوني. أرجوك اهدأ سيدي، أرجوك. لم أتوقع أبداً أن يموت أبي. أضفتم المزيد من الدواء في هذه الفواتير، ولكن أبي لم يأخذ كل هذه الكمية من الدواء. يا إلهي، هناك من يحتال في المشفى. هيا اجلس. هل هذا خطير؟ طبعا. بالطبع ليس لخطورته مثيل. مات ولا زال يدفع. لقد وجدت لوا أن الدم المطلوب والذي نقل مختلفان. كانت سيان يدفع الضعف. مشكلة مستعصية. أحيانا تدفع التكاليف بعد الاستخدام الفعلي، هذا طبيعي، يحدث هذا. كلا، تلك فواتير لا تعتمد على شيء، فواتير مكررة. من كتبها هو لا يعرف أن ذاك الرجل قد مات، مما يعني أن الفواتير أن كتبها ليس مخطئا، هو شخص يراقب ويضاعف الفواتير عن عمد. هذا ما أذهلني حقا. لم يحدث هذا من قبل، ما كان ليحدث أبدا. هذا الفعل تعدى حدودا كثيرة. كيف نحقق؟ وما فائدة التحقيق؟ يسأل الكثيرون. لابد من رد، ولكن كيف سأوضح؟ كيف سأشرح وأبرر؟ لن يأتي المرضى. ماذا سنفعل بالمعدات؟ كيف سنرد القروض؟ 3 أشهر ونغلق. سنغلق المستشفى وتلاحقنا السمعة، سمعة سيئة. ماذا سأفعل؟ سنغلق أبوابنا. مرحبا، لديك خبر جيد لتخبريني به؟ من فضلك، هل أتيت عندي؟ أريد محادثتك عند باب المستشفى. سيدتي، هل ستحدثينني بشأن المال؟ لن أخذه ولن أتعجلك بشأنه،
وحينما تحصلين على الدم اتصلي بي فورا مثلما اتفقنا. تعال وخذ مالك مني، المشفى محاول للتحقيق. تعال. الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق أو خارج نطاق التغطية. الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق أو دكتور وو، هل قرأت هذا؟ إني جئت بنفسي لأريك. كيف تصل التكاليف مليون يوان؟ رجل في آخر عمره أتى في غيبوبة، بقي 40 يوما فتكلف مليون يوان. حتى بعد موته طالبتم العائلة بدفع أدوية ذلك اليوم 8000 يوان. إذا لم يكن للمشفى رغبة في علاجه فلما طلبتم الأدوية؟ إذا ما رأيك في الحقيقة التي رواها ابن المريض؟ كيف تكتب خبراً كهذا دون التحقق منه؟ لهذا أنا جئت إلى هنا اليوم. دكتور وو، ألديك ما تقول؟ لا تعليق. دكتور وو، أخبرني من فضلك، هل من طبيب يمكن أن يخبرني بالحقيقة هنا؟ اخرس! دكتور وو، دكتور وو، أخبرني، هل من شخص واحد هنا يقول الحقيقة؟ ها؟ دكتور وو، فلتسمعني. هذا أنت. هكذا تكون شخصا متغطرسا. من فضلك، أتريد قول شيء؟ مؤكد. قرأت ما كتبته، إني أعترض عليه. ما كتبته يظهر فقط رأي المدعي. عليك أن تكتب رأي الطرفين، ثم عليك أن تكتب رأي خاص بك. هذا ليس موضوعيا أبدا. لقد طلبت لقاء، ولكن للأسف أنتم من رفض، وعدت الآن ودكتور وو رفض. مقال واحد تظهر به رأي الطرفين، ليس في مقالين مختلفين عن بعضهما. لكن أنت ماذا تفعل؟ تكتب استنتاجك ثم تأتي إلى هنا وتحاول إلقاء التهم في وجهنا. وضعتنا في موضع الاتهام، كيف نقبل أن نحدثك؟ دكتور، لقد عدت من أمريكا بحيل خاصة لتخدعنا. اسمعني، من فضلك إلزم حدودك. أتظن أنك شخص له قيمة؟ أم تظننا سنركع أمامك؟ أم أنك قوي؟ فلتسمعني، ظنك ليس له أي أساس. لك حق الإشراف، لكنك لست شرطياً ولست قاضياً، ولا يمكنك إلقاء التهم وإهانة شخص تتحدث معه حتى ولو رفضنا حديثك. دكتور، احتفظ بدروسك لك. لم أهن أحد، لم يكن هذا خطأي. أما واجباتي كصحفي، أنا أعرفها جيداً. بلا نصائح. ماذا حدث في التحقيق؟ دكتور وو، لنعقد مؤتمرا صحفيا لنجيب على أسئلتهم. مؤتمر صحفي وتهمنا؟ سنحتاط للأمر، لكن يجب تحسين الوضع، وسنقول أن هناك أخطاء بالمشفى، ولذلك نحقق في الأمر. كيف سيحدث هذا؟ إذا لم نصرح يلومنا الناس، وإن صرحنا يصبح الوضع مريباً.
ذلك الصحفي الذي رأيته متعصب جداً، يزداد تعنتاً، لا يريد سماعنا ولا يعطي فرصة لنبرر، وإن استسلمنا فتلك هي النهاية. الأغلبية لديها القدرة على الحكم، إخفاء الحقيقة ليس حلاً. أنت لا تفهم، حتى إن شرحت لك. حسناً، فقط اذهب وأدي عملك. دكتور، أنا بالفعل أؤدي عملي. انظر للمشكلة بموضوعية أكثر. لا تشغل بالك بها، لا أريد التحدث الآن، لم يعد لدي ثقة. أنا أريد أن يعمل الجميع في هدوء. سأحل هذه المشكلة. دكتور تشين، ما الأمر؟ كيف كتب هذا؟ قل لي ماذا به؟ ماذا؟ لقد مات الرجل منذ أسبوع. لم يخبروني. دعهم معك، افحص الفواتير ثانية. حاضر. إهمال. هيا هيا اقرأ الخبر، اقرأ الخبر. مجاني، اللغز وراء 1,800,000 يوان تكاليف علاج، مجاني. اقرأ وهيا، اليد الخفية وراء 1,800,000 يوان تكاليف علاج. هيا خذ النسخة الآن، هيا 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 خذها، إنها مجانية. سيدة سيان، مرحبا. مرحبا، المدير في انتظارك في مكتبه. فلينتظر فأنا مشغول. هيا هيا هيا، مجانية، وزعها، واحدة لك. هيا سيدي، ماذا تفعل؟ دكتورة يان، حينما تفننتم لتسرقوني لم تروا هذا قادماً. لا تقلقي، هذا مالي، لن تدفعوا ثمنها. هيا هيا هيا، لا لا، مجانية. نعم، تمعنوا تمعنوا. ماذا تريدان؟ لا وقت لدي، أنا مشغول. سيدي، ربما هناك سوء فهم بيننا. لماذا قلت هذا لذاك الصحفي؟ وهل كذبت في شيء؟ سيد تسيان، عذراً، ليس بوسعنا إلا الاعتذار. قد تفحصنا الفواتير، وفقاً لاتفاقنا خصمنا نسبة كبيرة. اليوم تتسلم أموالك. احتفظوا بها. جبناء، أردتم سرقتي، ظننتم أنه يسهل خداعي، والآن اعترفتم بهذا. لكن فات الأوان. ماذا؟ أتظنون أني سأترككم تستمرون؟ ربما أخطأنا حقاً، لكن لا تعاملنا بهذه القسوة. استمرار علاجه كان مسؤوليتنا، ألم يكن هذا مطلبك من البداية؟ احذري في الكلام معي، لن أقبل أي مبرر. أرسلت الفواتير لمكتب الصحة، أما العلاج واستمراره، أيضاً علاقتكم بشركة الأدوية، كل هذا سأطلب من مكتب الصحة تفحصه بعناية، ويكون لهم به كلمة. لا تضيعوا وقتي. سيدي، نحن يقولون العنقاء لا تسكن بيت الدجاجة، وأنا لا أثق بأمثالك أبداً. صحيح، إذا لم يهتم مكتب الصحة سأذهب للوزارة، فإني سأنتصر عليكم حتماً. ثلاثة أيام مرت، هل توصلت لشيء؟ أبداً. الأمر في غاية التعقيد. أنت بخير؟ نعم،
دكتور وو لديه صعوبات كثيرة، هو الآن يحتاج إليك. بعد العمل عودي للبيت، موقفه صعب، قضيته وتلك المشكلة يحتاج مساعدتك. أنا قلق عليه بعض الشيء، أصبح عنيفاً، ومن يصبح عنيفاً قد يخطئ. أعلم. جميع المشاهدين مرحباً بكم في مسرح الواقعة. رجل مسن دخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أتى إلى مشفى رينهوا ومكث به، وبلغت التكاليف مبلغاً أكثر من 1,000,000 يوان. مات المريض لسبب مجهول ولم تتحمل العائلة هذا المبلغ. تقدمت العائلة بشكوى ولكن لم تحصل على شيء. يتواصل مراسلنا مع الصحة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة اليد الخفية وراء ذلك. ماذا تفعلون هنا؟ محطة تلفزيونية، هل المدير هنا أم لا؟ تلفزيونية؟ من سمح لك؟ يمنع التصوير هنا بدون إذن. أوقفوا التصوير. شكراً، ممنوع التصوير. الواقفون في الخلف، ممنوع التصوير. يوجد بالخارج بعض المراسلين، الأمن أوقفهم، ماذا نفعل؟ لدي عملية أقوم بها، خذيهم لمكتب الإدارة. أنا أيضاً لدي عملية، سيدة حامل، مر 8 ساعات منذ الانقباض ولم تلد، قد تحتاج لعملية. أنهي عملياتك أولاً، واطلبي من الجميع أن يصمتوا، ولا تخبري دكتور دينغ. حسناً، سأذهب الآن. تأخرتي. مراسل محطة تلفزيونية عند بنك الدم يمنعنا من الدخول. بما تفكر؟ أنهي عملك؟ من يريد الاستمتاع بالعرض فليرحل. حسناً، انتهينا. دكتور وو، آسف، أعلم بانشغالك، لكنه ما أراد أن يقابلك اليوم. هيا، تفضلوا معي. تفضل. سيد ليو، ألم أقل مسبقاً أن تلجأ للمستشار القانوني إذا أردت معرفة شيء مني؟ دكتور، جئت اليوم لأطلع بنفسي على التكاليف. أخبرتموني إنكم تريدون 300,000 يوان، ولكننا نشك بصحة هذا المبلغ، وإن ثبت وجود خطأ في التكاليف فلن نشعر بأننا مدينون، ولن يفيدنا أسفكم، وسنعرف عندها من المستغل. فقد سحبنا الثقة. الطفل بحالة جيدة وأنت كذلك، لا تقلقي. ها؟ كل شيء بخير. بعد الانتهاء خذيها لغرفة عادية، اليوم لم ينتهي بعد، سيسير كل شيء بدقة. لا تقلقي دكتور أيان، لن أغادر الغرفة. أمم.
مكتب الإدارة، هذا أنا يان. مرحبا، فريق البحث سيأتي غدا، يجب أن تستعدوا لهذا. مكتب الصحة يؤكد عليكم هذه الزيارة. حسنا. دكتور، أنا يان. دكتورة يان، تسلمت الإشعار للتو. جميع المشاهدين مرحبا بكم في مسرح الواقعة. رجل مسن دخل المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أتى إلى مشفى رينهوا ومكث به، وبلغت التكاليف مبلغا أكثر من 1,000,000 يوان. مات المريض لسبب مجهول ولم تتحمل العائلة هذا المبلغ. تقدمت العائلة بشكوى ولكن لم تحصل على شيء. يتواصل مراسلنا مع الصحة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة اليد الخفية وراء ذلك، ومعنا ابن المتوفى لنسمع ما لديه. نقل أبي في منتصف الشهر ومات بعد 40 يوما. استلمت 7 تقارير عن سوء حالة والدي، دفعت فواتير وتكاليف. ها هي الكمية، هذا الواقع. أي مرض يتطلب كل هذه التكاليف والأموال التي صرفت؟ فوالدي قد مات ومضى. والدي منذ عام وأنا مهتم بمشاكل الأدوية الطبية. فيما يخص هذا المشفى سمعت الكثير مؤخرا. في وقت كهذا المرضى يكونون ضعفاء، لذلك نحمل على عاتقنا مسؤولية البحث في هذا الموضوع. وبهذا نكون قد سمعنا شهادة ابن المتوفى. أهلا. وكذلك شهادة الصحفي المسؤول عن دكتور يان. رأيتما؟ عندما تتحول ملائكة الرحمة أجل إلى ملائكة عذاب، عندما لا تجد من لاحقا لقد انهار كل شيء. أتعلم ما هو اليأس؟ أن يضيع كل مجهودك، فلا يهم إن كان عملك ممتازاً ولا كم روحاً أنقذ أو كم مرة بكيت بصدق. مرحباً، هل تعرفين شيئاً عن الحادثة؟ هل أجبتني عن بعض الأسئلة؟ من الطبيبان؟ ها؟ هل استحضرتني لإجراء لقاء معهما؟ هل تعلم ما معنى تحول البعوضة إلى فيل ومعنى تضخم تأثيرها؟ في رينهوا الجميع يعرفون دكتور وو ودكتور شينغ ودكتور إيدان. أصحاب الكفاءة هم النبلاء. عندما يتضخم حدث لا يتهم شخص بعينه، بل كلمة أطباء. تلك هي الكلمة. هل سيستطيع المشفى أن يبرئ نفسه من تهم؟ يتهموننا، يتهموننا جميعاً بلا أي استثناء. أم أنهم سيحاسبون جميعاً؟ هذه هي مهنتنا. دكتور وو. أهلا دكتورة يان. أهلا. لا تقلقوا أبدا. ها؟ قولوا فقط ما تعرفون، لا نريد إلا الحقيقة. لست متوترا، لكن أخشى ألا يصدقني أحد فيما سأقوله لكم. تفضل. تفضلوا، تفضلوا بالدخول. سيدي دكتورة يان ستساعدكم في إيجاد المستندات والأطباء للتحقيق. ولقد أبلغنا العاملين أن يتجاوبوا بشأن التحقيق. حسناً، شكراً لتعاونكم. أكرر، ما تعرفونه هو ما يظهر الحقيقة. إذا كان هناك وقت أريد الاطلاع على المستندات. حسناً، تفضلوا. حسناً.
مرحبا، هذه أنا. دكتور هو، بدأ التحقيق في المشفى، ماذا قررت؟ أعدي لهم العشاء فسيمكثون طويلا. ليس هذا قصدي، ما أقصده لا يجب تركهم يتفحصون كل مكان، لابد من قرارات حماية. اسمعيني، لا تفعلي شيئا وأنا كذلك، لمصلحتي وللمستشفى. لا تفعلي شيئا، لا تفعلي شيئا. سأنفذ، ألا شيء سيكون أفضل من القول أو الفعل، فالصادقون يعلمون ما عليهم قوله وفعله أيضا. أما الشرذمة فليقولوا ما شاءوا، سيأتي يوم ويكشفون. لكن أظن أن المحقق عادل، إذن هناك أمل. صحيح، سأريك شيئا. انظري. ما هذا؟ جلبتها أم هوان، شخص أعطاها لها وتطلب إعادة حساب التكاليف. هذا خط يدي وانغ، كيف بسهولة ننسى؟ كنت الوحيد الذي يكرهه. عندما غادر المشفى ترك لها هذه الورقة. متأكدة؟ سأتأكد منها. لا 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 لا. دكتورة يان، لا تخبري أي أحد بهذا. حسنا، سأرحل. دكتور وو. أهلا. أهلا دكتور. اجلس، سأبحث عن شيء. أجل طبعا. إذن سأبدأ بالتحقيق مع المتهمين. دكتور دينغ، الممرضة ليومين، جولاي، دكتور لي شينغ، بعد ذلك دكتورة يان، ودكتور تشين، ودكتور وو أخيراً. واحداً تلو الآخر. أكرر، سوف يتكلمون، لسنا هنا للإضطهاد.
أعلنت لجنة التحقيق التحقيق معي يوم الجمعة. حسناً، اطمئن. دكتور، أريد التحدث معك. أظن أن الحقيقة هي الحل. نخبرهم بالحقيقة. كيف؟ نخبرهم بكل شيء. المال، تكرار الفواتير، اختلاف تقارير الدم، أنت تعرف. لم أعد حتى أعرف نفسي لأعرف كل هذا. أنت تريد قول هذا. حينها سيعيدنا الحسابات، ثم سينقلب المشفى. أنا أفهمك وأعلم مشاعرك تجاه المشفى، لكن يجب أن تفهم إن هذا يبدو أمراً إدارياً، لكن يطعن في شرفنا. تلك مشكلة مبادئ. لنواجه الأمر بصدق، نتحمل أخطاءنا لنحل المشكلة، هذا ما نحتاجه. وكيف أكون صادقاً؟ أتظنها مشكلة بين شخصين؟ مشكلة تورط بها الكثيرون؟ هل أبعد التهمة عني؟ وأجعل أي طبيب آخر هنا يتحمل هذه المسؤولية؟ كيف يكون حلاً؟ قل لي ما الذي يثبته؟ إن الفساد منتشر بيننا، ليس عقاباً لشخص أو اثنين وينتهي هذا. الاختيار هو أن نصمت. لجنة التحقيق تسأل ما بدا لها، وأما أنا وإني أقسم لك بعد انتهاء هذا سأنهي كل المشاكل ولن أترك واحدة. كلامك صحيح، كلنا فاسدون، لكن ما هو السبب؟ إن لم يتضح هذا فلن يأخذ الأطباء أي مشكلة على محمل الجد. سنفقد أخلاق المهنة، وبالتالي سنفقد ضبط أنفسنا، وبالتالي لن نسيطر على ذاتنا. إذا لم يتم القبض على الفاعل سيفتح باب الأخطاء، تصبح لعبة مطاردة، قط يطارد وفأر يهرب. تخيل ماذا تكون النهاية بعد كل هذا. إني أفهم هذا تماماً. لابد من الاعتراف بالخطأ لكي ننجح. فنحن في بيئة فاسدة الآن. في بيئة كهذه لا يوجد مكان لصوت العقل. لابد من المواجهة للحصول على التغيير. الطبيب بالنسبة للمريض هو عقل. يجب أن نتحلى بالقوة ونتحمل المسؤولية. سأقول لك شيئاً، تعاملي في هذا الأمر لا يعنيك. دكتور، أخلاقك أخلاق تكفي التي تتمتع بها، ها؟ من فضلك هل ساعدتيني قليلا؟ انسخي فواتير والد السيد سيان. لا، دكتور وو أمر ألا يراها سوى هو والدكتورة يان، فلتعذرني لا أستطيع. أوه حسنا. شيو؟ دكتور تشين، لما عدتي؟ لم تجب حينما اتصلت ولم ترد على رسائلي. تعالي. ماذا لديك؟ أنا حامل. تعاملي مع هذا بمفردك. دكتور تشين، لا تتركني بمفردي.
تذكر أني مخلصة لك. حسناً أنا مشغول جداً غادري الآن، سيرانا أحد، ها؟ سنتحدث لاحقاً. هيا خذي هذه لاحقاً، هيا. معذرة. دكتور تشين. ها. تعال. ذهبت لتفحص الفواتير لكن يمنع الاطلاع، سوى بإذن من دكتور وو لن يسمح لي. دكتور تشين، أنت ستجد طريقة لحمايتي، وإلا سينكشف أمرنا. على مدار أعوام تعرف ماذا تمثل لي، وأنني كنت ولا زلت مخلصا لك. حسنا، اذهب الآن. دكتور، هل تذكرني؟ أنا اسمي تانغ، أعمل بشركة الإنشاء. تقابلنا بمراسم البدء، أكتب تقارير الفحص التي تقرأها. تانغ، مرحبا. هناك شيء؟ جئت لأقابلك. هيا للمكتب. حسنا. دكتور تشين، جئت لأننا نواجه مشكلة. أدوات الإصلاح تلك جديدة لكنها غير مطابقة للمواصفات أبداً. نصحت كثيراً باستبدالها لكن المدير سيستخدمها. بالأمس كل المعدات وصلت، ستبدأ العمل غداً. أتقولين الحقيقة؟ انظر، كتبت هذا التقرير بنفسي. طالعه. جئت إليك لأني على وشك أن أخسر عملي، فمدير شركة الإنشاء أصدر أمراً بألا يتفوه أحد بشيء. أعتقد أن هذا المبنى في غاية الأهمية. إذا حدثت مشكلة سأشعر بالأسف تجاه المستشفى والأطباء والمرضى. تانغ، شكراً. سأحاول التعامل مع الأمر. ماذا سيفيد بكاؤك؟ أخبريني من والد الطفل هذا. بالطبع تشين، من يكون غيره؟ دكتور تشين؟ لا تذكر اسمه ثانية، لا يريد حتى النظر إلي. لكن الوا قالت. قالت ماذا؟ ماذا رأت؟ إذا قالت تشين إن هذا الطفل لك أتصدق؟ اسمعي، لم ينتهي الأمر. تشين يحمي نفسه، لن تريه، إنه لا يريد أن يراك، إن ذلك أفضل لك. هذا يدينه، سأذهب إليه. دكتور تشين، أنا أصغر منك، لا ينبغي أن أحدثك في هذا، لكن شيو أخبرتني. هل حقا لا تريده؟ كيف عرفت أنه لي؟ دكتور تشين، أنا رجل. قل هذا لامرأة،
إنها تعيش معك ليس ابني. أفهمك. حسناً، طبيعي أن تفكر هكذا. كلانا لدي حب حقيقي. أحب لوا، يملأ حبها قلبي. وشيو هذه ليست فاسقة كما تظنها أنت. إن لديها حدوداً ولديها جرأة لتفعل حقاً أي شيء من أجلك. إنها مخلصة لك. أعلم شعورها، لكن هي لا تصلح للزواج. لكن الطفل أصبح أمراً واقعاً، فما ذنبه؟ أنا تركت المشفى وأعمل بالتجارة، كذلك هي، وأنت وضعك مستقر. تضغط علي؟ دكتور تشين، أنت مخطئ في هذا، لم أقصد أن... ما وقع طبعاً له نتائج، لا يوجد ما يمكنني قوله. الأسوأ سيأتي، الجميع سيتأثر. المشفى بأكمله محاول للتحقيق. أخاف أن تنكشف بعض الأمور، سأزيد حرصي. أخبرها أني سأتولى هذا إذا كان هذا ابني. سأقبل. لا توجد مشكلة، ليس طبياً، لكن هناك مشكلات من جانب المستشفى. خنتني، بل منحتك ثقتي. خداع، زيفتموه. وفقاً للتقرير هي من إيطاليا، والحقيقة صنعت هنا. إن لي شينغ حقاً أوقع الجميع بقوله الحقيقة. دكتور شينغ، دكتور شينغ، دكتور شينغ، ارجح.